صمود الشعب الفلسطيني بيبهر العالم كله يوم ورا يوم، واكبر دليل على كده الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي واللي اتصدر الترند على السوشيال ميديا طبعا، واللي بنشوف فيه فرح وحفل زفاف داخل مدرسه لايواء النازحين في قطاع غزه. وزي ما احنا شايفين كده انه رغم كل الالام والدمار والحياه الصعبه جدا اللي موجوده في مخيم اللاجئين، الا ان الفرحه باينه على العروسين اللي هم محمد وياسمين واهلهم كمان. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. يلا يا هديها مش مشكلة. يلا يلا وانتوا يا مرد محمد ابعد هيك. عروستنا احلى من القمر بشوية، عروستنا احلى من القمر بشوية. لا خذ كيف اقول لك اياها؟ خذ شوف انت بتحط لك الشعر.